الفيلم يبدا مع جاك اللي يشتغل وكيل في شركه مطبوعات، ويكون شخص مهمل لعائلته وما يهتمش بهم، ومن صفاته يتكلم بزاف وكل كلامه على الشغل فقط، والواضح انه شخص مغرور ويستغل الناس. تلاقى مع موظف الفندق كان عطاه كتاب باش يقراه لكنه ما اهتمش به، ونشوفه انه يعامل السكرتير تاعو بتكبر. ويكون جاك ناوي ينشر كتب الدكتور سينجا اللي عنده معجبين بزاف، وقال في اجتماع انه فلسفه سينجا هي الصمت، وراح يقدر يقنع سينجا يوقع معاه باش يسوق كتابه الجديد. راح لدار العلاج الروحي تاع سينجا وانضم لحصه التأمل، وحاول يلفت انتباه سينجا عن طريق انه يبين انه تأثر خلال التأمل، وقدر فعلا يقابله وكمل يكذب عليه وقال له انه من خلال تجربته في الصمت والسكوت قدر يوصل لحالة التنوير. ولكن سينجا اكتشف الكذب تاعو بكل سهولة وسقساه على سبب زيارته الحقيقي، وهنا قال له جاك انه حاب يكون وكيل للكتاب الجديد تاعو لانه مؤمن به. سينجا رفض العرض وخلاه ومشى، ولكن جاك كمل يقنع فيه وقال له انه حاب يقدم الكتاب، وبعدها حط يده على شجرة اسمها شجرة ويدهي وتجرح. وهنا قال له سينجا اذا وافق ينشر كتابه راح ينشره بطريقة اللي يحبها هو، ولو اتفقوا ما كانش رجوع عن القرار. وبهذا الشكل يكون جاك نجح في اقناع سينجا بتسويق كتابه اللي مازال حتى ما شافوش. وبعدها راح احتفل مع امه اللي عندها زهايمر وكانت في دار رعاية، وتكون امه تشوف فيه زوجها ريموند، قعد معاها شوية وباسها وخرج. وبعدها حسوا بهزة ارضية وظهرت شجرة في المنزل تاع جاك، وهي نفس شجرة الويدهي اللي جرحته، واعتقد انها هدية من سينجا وحط يده عليها وقال انه راح يحتفظ بها. وطاح ورقتين من الشجرة في الارض، ودخل جاك ينام. وفي اليوم اللي بعدها راح جاك لشغله وقال له ايرون انه سينجا بعث كتاب لكنه من 5 صفحات فقط. تصدم جاك وطلب يشوف الكتاب، خرجوا ايرون من جيبه واعطاه له. وبعدها راح جاك لسينجا باش يستفسر على الكتاب اللي فيه 5 صفحات، وقال له اكيد راهو يمزح معاه كيما مزحت الشجره. لكن سينجا ما فهمش واش راه يقول، ولكن دخلوا لحديقه المنزل تاعو وهما واقفين قدام الشجره لاحظ سينجا انه كل ما يتكلم جاك يطيح ورق من الشجره، وطلب من جاك يقول اي حاجه وقال كلمتين وطاحت ورقتين من الشجره. وفهم سينجا الشيء اللي صرا، وعرف جاك حتى هو الشيء اللي راه يصرا، واعتقد انه سينجا يمزح معاه وبدا يغني بسرعه وطاحوا اوراق بزاف من الشجره. وهنا قال له سينجا انه الواضح كاين ارتباط بينه وبين الشجره، وقال له انه كلامه يسبب له المرض ولهذا الشجره تفقد في اوراقها، وقال له لو فقدت الشجره كل اوراقها راح تموت، واكيد الشخص اللي مرتبط بها حتى هو راح يموت. وبعدها قال له سينجا ان الشجره بقات فيها 1000 ورقه بما يعادل 1000 كلمه قبل ما تموت انت والشجره، وقال له ان الكلمه تعادل ورقه وما راحش يقدر يساعده في هذا الامر، واصلا مضطر يسافر لمده 3 ايام في رحله روحيه، ولما يوصل راح يكلم اصحابه بخصوص مشكلته، وكل المطلوب منه يبقى ساكت 3 ايام اللي جايين. حاول جاك يكتب الشيء اللي يحب يقوله باش يوفر كلمات، لكن اكتشف انه كل كلمه يكتبها تخلي ورقه تطيح، وحتى لو حاول يتكلم وهو قافل فمه طيح ورقه من الشجره. وفي طريقه للشركه وقف قدامه رجل كفيف وطلب منه لما الطريق يفرغ يقول له باش يقدر يمر، ولكن جاك ما قدرش يساعده، وفهم الكفيف من سكوته ان الطريق فارغ ومر بين السيارات، جرى وراه جاك باش ينقذه ويكون سبب في حوادث بزاف في الطريق. وبعدها دخل الشركه وحاول يتعامل مع ايرون وهو ساكت على امل يفهمه، ولما جاي يخرج من الشغل لقى المديره مسكاته وقدماته العميل الجديد حاب يعرف قصه سينجا. وهنا حاول جاك يختصر الكلام وقال لهم ان الحياه رحله، وبعدها سكت. وفي نفس الوقت يكونوا سنجابين طلعوا في الشجره اللي في منزل جاك، وهذا الشيء خلاه يدغدغ وما يقدرش يمسك نفسه وخلاهم وراح يجري. وبعدها قابلوا مدير المشتريات ومدير التسويق لشركه سايمون واللي كانوا مسؤولين على تسويق كتاب سينجا، وبدا ايرون يتعامل بطريقه وقحه معاهم واستغربوا من طريقته. وفي نفس الوقت يكون المسؤول عن حديقه جاك يسقي في الشجره، وهذا الشيء خلى جاك يعرق وماهوش قادر يركز في الاجتماع، واعتذروا للموجودين على تكمله الاجتماع بسبب اسلوب ايرون المهين وتلغى الاجتماع. راح جاك الاجتماع اولياء التلاميذ في الحضانه وطلبوا منه يغني معاهم، غنى وخسر اوراق من الشجره، ومر اليوم بصعوبه. ولما رجع للمنزل كارولين زوجته تكون حابه تحكي معاه بسبب علاقته السيئه مع ولده وطلبت منه يعطيه وقت اكثر. حاول جاك يشرح لها انه ما يقدرش يتكلم وانه عنده سبب مقنع يخليه ما يتكلمش. ولما راح في اليوم اللي بعدها للشغل جاته المديره وتشاجرت معاه بسبب انه فسد الاجتماع تاع البارح، وقالوا لها انه كان معاه وسيط وقح وكان السبب في خساره الصفقه، وقالت له انه عنده الان صفقه بسيطه لازم عليه يربحها من خلال التليفون. وهنا جاته فكره انه يرد على العروض اللي راح يقولوها له في التليفون عن طريق الدومه الموجوده في الشركه، لانه كل دميه تقول كلام مختلف مثلا جيد عظيم سيء وهكذا، وقرر يستخدمها للاعتراض او الموافقه على العروض. جاب كل الدومه وبدا يستخدم فيها في الاجتماع من خلال التليفون حتى قدر ينجح في اتمام الصفقه. وبعدها اتصلت به كارولين زوجته وطلبت منه يقابلها في غرفه في الفندق لانها مجهزت له مفاجاه، ولما راح لقاها حابه تجدد العلاقه بينهم لكنه ما قدرش يتكلم، وفهمت انه ما يحبهاش وماهوش حاب يكون معها، وطردته خارج الغرفه بدون ملابس ورمات له التليفون تاعو. وبعدها اتصل به ايرون وقال له انه عنده اجتماع ضروري مع المديره في المطعم بخصوص تسويق كتاب سينجا، لبس اي حاجه وراح للمطعم. وهنا كان مسؤول الحديقه يحاول يتخلص من الشجره عن طريق المبيدات السامه، وبدا جاك يتاثر بالمبيد وهو في الاجتماع، وبدا يضحك في الاجتماع ويعمل حركات غريبه لانه سكران، وفشلت الصفقه والمديره
طرد جاك من شغله بسبب انه فشل في المهمه. ولما رجع سينجا من الرحله تلقى مع جاك اللي قال له عن طريق لغه الاشاره انه حياته تدمرت وفقد زوجته وابنه وشغله. وهنا قال له سينجا انه حالته ما عندهاش حل وما صراتش لحتى واحد من قبل. ولما جا الصباح راح جاك للشجره ولقى انه بقات له حوالي 20 كلمه فقط، وقرر يهتم بالشجره ويسقيها وحاول يكلمها على اساس انها تقدر تساعده باش ينقذها. وسمع تليفونه ولقى انه الممرضه المسؤوله على امه في دار الرعايه تقول له ان اليوم عيد ميلاد امه وانها تستنى في رايموند زوجها يجي. قفل التليفون بلا ما رد عليها وراح زار مرته وولده وودعهم. وبعدها راح الموظف الشركه وقال له انه الكتب رائعه واعطاه شيك ب 10000 دولار كثمن البيع تاعو. فرح الموظف بالشيك وشكر جاك على مساعدته. وبعدها راح الامه في دار الرعايه ولما شافته اعتقدت انه رايموند زوجها، وبدا جاك يتعامل معها على اساس انه رايموند وقال لها بلغه الاشاره ان الحنجره تاعو مريضه عليها ماهوش قادر يتكلم. وبعدها راح لقبر باباه رايموند ووقف قدام قبره وبدا يشوف في نفسه هو صغير لما كان يستنى في باباه يرجع له. وهنا طاحوا اخر الاوراق من الشجره وحس جاك بالالم في قلبه وطاح في الارض. وكانت السماء تمطر. وبعدها فاق على اتصال من ايرون اللي قال له انه حصلت حاجه ما راحش تقدر تصدقها، وهي ان الورق تاع الشجره مبت مره اخرى ورجعت الشجره للحياه. وقال له انها خرجت ورد ايضا. ونشوفوا حياه جاك تحسنت بعد ما الف كتاب سماه 1000 كلمه، ويكون معاه سينجا باش ياخذ رايه في الكتاب اللي عجبه بزاف. ولقى ايرون خذا مكانه في الشركه ويكون هو الوكيل الجديد في مكانه، ومشى على نفس طريق جاك القديم اللي كان اناني ومتكبر، حتى لقى شجره جاته هديه وفهم انه ممكن يصرى له نفس الشيء اللي صرى لجاك. وبعدها جاك شرى المنزل اللي كان عجب زوجته وعمل لها مفاجاه، ولاحظوا نفس الشجره اللي كانت في منزلهم القديم موجوده في الجديد، وقال لها جاك انه امر بنقلها باش يهتموا بها مع بعض وتبقى معاهم مدى الحياه. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الافلام. سلام.